عايز اروح الحفله. اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفله. سيد تريلا، سيد تريلا يا سيد. مين سيد تريلا؟ ازيك يا سا 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 سيد يا سيد، سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب، طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ اه. انا نفسي اروح الحفله، ونفسي الاميره تعجب بيا، ومثلا ممكن تتجوزنا او ما هو انا جاي عشان كده مثلا، او اي حاجه. ما هو انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ اه بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. ها. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد؟ انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعة؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شوية كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفلة. ماشي، حاجات بسيطة يعني. كلها حاجات بسيطة. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجة الأول. ها. بص يا سيد. ايوه. يعني اقول لك على حاجة بسيطة؟ ما تقول. اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه. انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعلهه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. اها اها اها. حضرتك هتكرهني في كل السحره ليه كده؟ بص، طب انا وش في شويه تغييرات هعملها لك، هنقصر الشعر شويه. أيوة. والسوالف تتظبط. ايوه. ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ اه. ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين، انا بقى اعمل لك حته دين قصه. ايوه. بس انت عندك جل شعر كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. ايه خلاص؟ ايه رايك كده يا سيد؟ ها؟ ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال اتشال. اتشال شال؟ اه. يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل، بس انا عايز اقول لك على حاجة، ممكن ناخد الكرسي بس عشان عليه قصاد. هو حضرتك مين؟ أنا الساحر الطيب. ماشي، بس خلي بالك يا سيد. أيوة. الساعة 12 وتلت يا سيد. أيوة. تيجي وإما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي. حاضر. يا سيد. الساعة 12 وتلت بالظبط. يا دي اللبخة. 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكرة والنبي. أخيرا هروح الحفلة بتاعت الأميرة. يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. بقول يا غاوي الفن اسمع، فن عرّاي يا غاوي
الفن اسمع فن عراي يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الراي وعاوز الموجودين معانا النهارده والمشاهدين يكون مزاجهم كمان كمان رايق يكون مزاجهم كمان رايق وسيد بعد ما شاف الذل من جوز امه جاله الساحر وخلاه شاب جميل وبقى مزاجه رايق وكان الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف الملك عامل حفله في القصر وجايب طبول وضفوف وعاد الابايب الاميره تبص بعينها وتشوف عشان الاميره تنقي بعينها بقى وتشوف ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكرا سيداتي ساداتي قدمنا إليكم مليونية رقصني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية شكرا لكم كان معكم عثمان أبو العافية فتكوا بالعافية يا حراس ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي عمري مولاي لا 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 انتوا متنكرين عاملين ديك رومي يلا يعني ايه يعني ما انت متنكر عامل سوداني وانت عملتها قبل كده لا اللي فات ده كان سوداني دوك هنوبي هي تختلف ما تختلفش بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه فوت فوت احنا هندخل في الموضوع بقى ندخل في المهم فتشت البوابات يا فندم بس في مشكله خير ألطرس المملكه واقف على البوابه ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك يقتلوا الملك ما يعرفوش ان ده ملك ملك يعني ما ينفعش يموت ده دوبك يتكش يخرب بيت عسلي انت عسل والله سكر الحمد لله ندخل في المهم بقى مولاي المهم الناس بتوع البوفيه وصلوا الناس بتوع البوفيه وصلوا بس هيتاخروا شويه طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا لا بتوع السكيورتي بقى جم بس هيتاخروا شويه انت تبرشم بقى وتيجي تصدعني انا اسكت مش البرشام جه بس هيتاخر شويه خلونا في المهم خلونا في المهم يا اولاد انت ايه مش هتتكلم خالص يا عم انا هتكلم بس متاخر شويه اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل لا ابوس ايدك بلاش ناكل ايه ده انا ما تشيلوش هموم اكتر من كده ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه يخرب بيت عسلي الملك جايب لنا واحد يقلش علينا لا بس والله بيضحكني من القلب والله العظيم يلا يا دي انت اطلعوا بره عشان ندخل جلاله الملك انت بتكلمنا كده ليه التعبت انت ما اتجننت في دماغك اركب الهوا يلا يا عاد سلام عليكم فليتفضل جلاله الملك دين دي 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 دين دي دين دي دي ها ايه الاخبار كله تمام كله تمام كله تمام يا مولاي تمام انا عايز اسالك بس انا شكلي كده يعني ينفع ملك
يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام. بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام، الكينج ده اللي هو محمد منير صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في موضوعنا. انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده؟ يا مولاي انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. تمام. ما ايه ده؟ انصرف عشان انا متوتر. ايه ده يا مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟ لا لا يا اخويا، مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص انصرف يا مولاي. انصرف انصرف يلا انصرف يلا. ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده، بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. يلا. اوكي يو باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث يا ويلي يا رب يا رب، عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأميرية أنا وحدي أنا، وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ارفع إيدك لفوق. أوه يما، مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي وقعد. أرجوك أرجوك لا تقتلني. لا هقتلك، سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، أنت نازل فين؟ أنا نازل؟ أنا مش نازل يا أخويا، أنا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي أنا فاكرها كويس. ده مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوة لولو. ولماذا تتنكر هكذا؟ لولو منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا مولا وليه؟ قلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد واغرب عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. سوبرمان يا يا البدله دي مضروبه ولا ايه؟ ايه ده عنتر؟ او ماي جاد عنتر، اعوذ بالله، تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت؟ ايه يا دي عاداتهم؟ هو بس بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه. يعني اغرب اذا انت الاخر عن وجهي، والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى، بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزه دي؟ قشطه ورب الكعبه. ايه ده؟ مين اللي لفه نفسها في ملاها لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده، انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا مجوسه يا جوسه يا جوسه يا مجوسه. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفله تنكريه، قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلو صح، مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع، ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني، انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عريسها. قول يا رب، يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا، رجل يحكمها ويسددها في البيت. انت
تتسوق انت؟ لا تتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا. لا اسمع يا دي انت وهم ما تعفلجونيش على الطلقه قتلكم انتوا الثلاثه. اسمع يا. المهم الاميره تحب واحد فيكم انتوا الثلاثه مش مهم مين. المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق. هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه. انا متابع كل اخبارك. سكيون. انت تفتحي نفس الواحد والله. تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبدوه. ربنا يخليك. ها ايه رأيك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل. بس انا عايزة اقول لكم حاجة. انا مش الاميرة. انا وصفت الاميرة. ايه ده يعني خدامة. انجر يا بنت من هنا. انجر. ايوه بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حق الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا ده انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا يا علبه بلاك منيل يا سمشي يلا. والنعمه لوريك. ايه والنعمه لوريك. هستناك على باب القص. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الاميره نوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظة المنتظرة، اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح. فلتتفضل الأميرة. أنت مين؟ أنا التنين. تنين ايه؟ ايه الكذب ده؟ في تنين بياكل بصل؟ قرف ده. بهزر معاكم. انا الاميره نوره. انت مين؟ انا لولو. وبيدلعوك يقولوا لك يا ايه؟ لولوا. طب هات حبه هنا. لولوا اتنين في واحد. لولوا شامبو بلسم في واحد. لولوا لولوا اتنين في واحد. لولوا شامبو بلسم في واحد. لولوا في من واحد وتكس بربع جنيه. الحق ياد اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه؟ انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟ لا شعرك جميل بس السوالف طويله حبه. أكنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة. العلبة دي فيها إيه؟ فيها فيل. فيل إزاي جوا العلبة والفيل راكن برا أهو. نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين مش فاهم أنا. أنت بقى اسمك إيه؟ أنا عنتر. بجد؟ أه والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الأميرة مرحة مرحة مرحة. لا ده أنا أعلمك بقى ملاكمة بقى بخفة دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين الشمال واليمين بتاعه. الشمال بتاعته لو جلد اليمين تر. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مرحلة الوحش. يلبس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا أخويا أنا بقى عارف أتصرف مع النوع ده إزاي. إرجعي. الصوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار اخويا. لا كل واحد جواه قوة الروحية. لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجالة. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلتي إيه فيا؟ آه مش معقول.
انت فظيع بس ما عجبتنيش. انت بقى تعمل ايه؟ ايه رايك فيا؟ ايه ده؟ انا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن ايه ده؟ ده وزن الدبانه. طب امشوا بقى عشان انتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. ازاي ده احنا بنحبك نحن والله نحبه. لا ازاي؟ لا حبيبي سيد. سيد؟ سيد اسمي سيد تريلا. أنا الأميرة نورة. أنت أميرة كعبورة نورة إيه؟ طب قول لي يا سيد أنت إيه هواياتك؟ أنا هواياتي كتير. أنت إيه هواياتك؟ بحب السباحة قوي. أكيد طبعاً. أكيد أنت اللي بتبقى جوه البحر والأهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيرة يوصلوا لغاية جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليك. ايوه وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الأميرة. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريس على طول. حضرتك غريبة جدا. انت الأميرة؟ ايه بقول لك ايه؟ الحفلة دي كلها معمولة عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتين انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوكي صارف لان مش لاقي يجوزك. مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكره انت لو اتجوزتني اوضه النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي لا انا مش هتجوزك. اتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميره ايه لا ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميره. انت حلوه قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما هحبها ازاي يعني؟ احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين قرنوط. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها. مش عايز فلوس. بس هي تخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه. عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه؟ سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش، بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم يعني. عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له، والتالت ده ايه ده؟ ده بقى راجل هو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايز اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ انا عايز الوصيفه. فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا الخفيه؟ يبقى دي ابراهيم نصر. احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي، ومين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه، ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني قبل ما تنادي بابا، انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي. انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان. انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم نعم نعم. ايه ده ابوكي؟ لحظه دخول الملك. كان معكم مراسلكم العسل عثمان ابو لبن، فلتتفضل ايها الملك. يا عسل. ايه يا بنتي؟ بابا انا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقه عليه خلاص؟ طبعا. طيب اوكي. اقيم الافراح والليالي الملاح، النهارده فرح الاميره نوره على سيد تريلا. ودقوا المعارج. يلا يا اهلي يلا. انا فعلا كان قلبي دليلي. فعلا.